بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يعني أول شيء نحن بتشكر اللاعبين والإدارة والجهاز التدريبي إنه نحن نهينا مرحلة الذهاب بالصدارة. بس هذا الشيء ما بيمنع إنه نحن نعزز هالشيء هذا بمرحلة الإياب. نحن مصممين بإذن الله إنه مرحلة الإياب رح تكون أكثر صعوبة من مرحلة الذهاب. مشان هيك نحن كل اللاعبين تركيز كامل وعم قدر انه عنا لاعبين بتعرفوا يعني انه راحوا من عنا اثنين تعاقدوا الله ييسر لهم. اي دائما حال الاحتراف يوم بيكون معك يوم بيكون بغير نادي. نحن كمان بنتشكرهم بنقول لهم ما قصرتوا كنتوا معنا نجوم مثلكم مثل باقي الفريق نعتز فيكم. ونحن استخدمنا اكثر من لاعب دائما بالاحتراف خلص بصير ابن النادي متى ما تعاقد مع اللاعب صار ابن النادي. هذا نحن ما بصير نقول والله هذا ابن النادي. اليوم الاحتراف ايمن بيوقع اليوم بهالنادي صار ابن النادي. هذا الشيء مفروغ منه يعني هي دائما هي الاحتراف بدك تعرف اللي لك تعرف اللي عليه. بقى الحمد لله يعني نحن جيد زيد وجيد مالطا وهدول يعني لسه الامور نحن بتعرفوا يعني بنعزز اكثر لانه الدوري بيتطلب هيك بيتطلب الامور. نحن يعني في نحن لاعبين لكن دائما انت تريد انه انت يكون عندك خاصه يعني فريق متكامل لانه انت اليوم والصداره اليوم بدك هالشيء هذا تعززه. مشان هيك نحن عم نقول انه اللاعبين الموجودين خير وبركه واللاعبين اللي اجوا هلا على النادي الحمد لله يعني بيعطوا اضافه كمان ان شاء الله بنتمنى التوفيق لهم. انا بقول انه الدوري دائما ما خلص الدوري انت بدك تحس انه اليوم بدك تلعب انت على النفس الاخير بدك تلعب للمباريات الاخيره والشيء هذا باذن الله نحن عم نستعد له. رغم انه نحن في صعوبه هلا بالملاعب كلمه حق يعني نحن الملاعب كثير صار الامر صعب يعني ملعبين هون بالفيحاء عم يقوموا بالتجهيز تارتان ما صار غير ملعب هون البوتشي يعني وكثير صعب ارضه واموره صعبه. عم نحاول نتفادى هاي الامور بس لكن انا بقول انه الحمد لله الاداره ما عم تقصر. الاداره عم تكون دائما خلف الفريق. سكر السيد رئيس النادي بوجه عام وباقي اعضاء الاداره بنقول لهم الله يعطيكم العافيه. لكن نحن الكل هي دائما كتله واحده مجموعه واحده كيف نحن بالاراده والتصميم والروح باذن الله نحقق النجمه الرابعه للفريق ونسعد هالجماهير هي اللي هن دائما متعطشين للبطولات. صحيح نحن حقق بس هذا نادي كبير بطولاته باذن الله القادمه اكثر وهذا الشيء وضع طبيعي ضمن المجهود اللي عم يشتغله الإدارة والجهاز الفني وهدول اللاعبين. نتأمل أنه بإذن الله تكون نهاية خير وموسم نهايته خير بتحقيق البطولات.